جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ شيخ صالح في رسالتها أنه تصف هذا الرجل بأنه لا يصلي ولا يزكي، وحينئذ تستشيركم وفقكم الله. إذا كان لا يصلي بمعنى أنه يترك الصلاة نهائيا، لا يصلي أبدا، فلا يجوز لها البقاء معه، بل يجب عليها طلب الفراق، طلب الفراق، لأنه لا يجوز لها أن تقيم مع رجل لا يصلي، لأن تارك الصلاة متعمدا يكون كافرا، والمسلمة لا تبقى مع الكافر بل تطلب الفراق منه.